للناس. أي حد عنده نعمة مش هيحس بيها إلا بعد ما يفقدها، هيحس إنه اعتاد على النعمة فنسي أهميتها، ونسي إنها هبة من الله سبحانه وتعالى قد يحرمه منها في أي وقت. عاوز أكلمكم عن تجربة مذهلة اسمها مطعم الظلام. في المطعم ده هتعيش لمدة ساعات بسيطة اللحظات اللي بيعيشها الكفيف عمره كله. في المطعم ده تتعلم إزاي تستخدم حواسك الأربعة بكفاءة عالية بعد ما غابت الحاسة الخامسة وهي حاسة البصر. تجربة حية عاشتها مراسلة واحد من الناس الزميلة ياسمين الضوي، والحقيقة أنا حبيت النهاردة إن احنا نشاركها هذه اللحظات الهامة من داخل عالم الظلام. هتكون فيه هي غير مبصرة طول الوقت، وهيكون المرشد لها مجموعة من الشباب اللي اتحدوا ظروفهم ونجحوا في حياتهم. تعالوا نشوف هذه الفكرة الجميلة الحكيمة. كنت حساكم وحاسة كل حاجة حواليا بإيدي. في ثقة ولا لأ؟ في ثقة لأنك موجودة. شكلك طبعا، بس انا لو انا مش لو حسست على وشك وانا مش شايفاكي اقدر ارسم ملامحك. ممكن بتفقدي حاسه مهمه ربنا اديها لك وكنت معتمد عليها بشكل شبه كلي، بس انت كنت مستسهله. مساء الخير استاذ عبد الباسط، ازاي حضرتك؟ وسلامة عليك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا الحقيقه مستغربه فكره المطعم قوي، وهي فكره انا يعني مش عارفة العائد النفسي أو التجربة للشخص اللي بيخشها هيطلع منها عامل إزاي. مطعم اسمه دول نوار. دول نوار يعني إيه؟ في الضلمة بالفرنساوي. بالفرنساوي؟ آه بالفرنساوي. يعني طيب إيه فكرة المطعم جات لحضرتك إزاي؟ والله فكرة المطعم إنه هي فكرة بيتم فيها تبادل الأدوار، إحنا بنخلي المبصر هو الكفيف والكفيف هو المبصر. الفكرة جات لحضرتك إزاي؟ حضرتك كنت برا مصر؟ والله أنا أساساً بشتغل مذيع في برامج ذوي الاحتياجات الخاصة في قنوات عربية كتير مختلفة، فبسافر عشان أسجل برامج، فقابلتني الفكرة حبيت ان انا انقلها في جمهورية مصر العربية، وتعاقدت مع الشركة والمركز العربي للإعلام المتخصص لذوي الإعاقة، بيقدم الأكل وبيقدم السيرفز أو السياحة والفندقة للمكفوفين بالشكل ده. هنا بناخد رحلة لمدة ساعة ونص في عالم الضلمة. خش بقى جوه. نخش جوه. هسلمك دلوقتي للجايد الكفيف اللي هو هيتعامل معاكي، وهيسلمك للي هتدخل معاكي جوه القاعة إن شاء الله. أستاذ عبد الباسط قال إن إحنا بقى هنخوض أمام الكاميرا تجربة في مطعم الظلام، فأول محطة بتكون إيه للزبون وهو داخل؟ أولا حضرتك نورتينا في المطعم، وإن شاء الله التجربة تعجبكم. يعني اول خطوه احنا بنقوم بيها، احنا بنستقبل الضيف عندنا ينوت، بنبدا ناخد منه اي حاجه ممكن يكون فيها نور وبنحطها في اللوكر هنا. الضيف اول لما بيجي بيخش على الغرفه دي. مزبوط. يقعد هنا، بتستقبلوه بتقعدوا معاه. مظبوط. بيحصل ايه بقى هنا؟ هنا في في المكان اللي احنا موجودين فيه، احنا بنبدا نسال الضيف لو مثلا عنده حساسيه من شيء معين. احنا طبعا عندنا المنيو حاجه يعني سيربرايز، يعني احنا مش هنقول لحضرتك ايه اللي موجود او ايه محتوى الوجبه اللي حضرتك هتاكليها، لان احنا بنعتمد في الموضوع على تجربه. يعني ما هيش اكل او مطعم في حد ذاته، يعني لا، احنا الموضوع بالنسبه لنا احنا عايزين نشغل حواس ممكن نكون ما بنستخدمهاش في حياتنا اليوميه. كده احنا ممكن نخوض التجربه يا فندم. كده انا هسلم حضرتك دلوقتي للجايد اللي هيكون مع حضرتك طول الرحله جوه، وان شاء الله نستنى حضرتك ان هو تقول لنا بقى عن التجربه وتقول لنا. اكيد انا مبسوطه من دلوقتي. اشكرك يا فندم. متحمسه جدا. يلا سميره.
اهم عين حضرتك عشان خاطر الاضاءه جوه بتاعه الكاميرا فتبقي مستمتعه بالتجربه. تمام مش هنشوف حاجه خالص. تلاقيش حضرتك شايفه حاجه؟ انا مش شايفه اي حاجه خالص. طيب تمام احنا دلوقتي هنبدا ندخل التجربه. في تاني دي تاني ستور. تمام تمام دي اخر ستوره. تمام وهنبدا ان احنا نقعد. اتفضلي اجي اروح اجيب الاكل من اللوكر. انا مش عارفه انا هاكل ايه. حضرتك هتقولي لنا بعد ما تخلصي. اوكي تمام استنيك. فيها فاصوليا. ايوه في بقى هنا كومنتس كتيره قوي الناس كاتباها، واضح ان هم كانوا كاتبين شعورهم عن التجربه اللي هم خدوها. تمام حضرتك بقى هتكتبي نفس الشعور يعني حضرتك برده هيبقى زيهم الشعور الكومنتس اللي هتكتبيها. اكيد هاجي مره تانية. انا احب اخد التجربه دي وكل الناس اللي شافت التجربه دي اكيد هتحب ان هي تحس احساس مختلف. اي حد هيبقى في المكان ده هيحسه ان شاء الله. شكرا لك. وصلنا لفقرة حقق حلمك، الفقرة اللي بنحاول ان احنا ندخل البهجة والسرور والفرحة للقلوب وللبيوت. جاتني رسالة صوتية من الست حنان روزي. الحقيقة بعد ما سمعتها بدل ما احكي لكم حكايتها وتفاصيلها قلت ايه اروح اطل عليها واشوف اخبارها ايه. تعالوا معايا. السلام عليكم يا دكتور عمرو. انا حنان ساكنه في عربي المعادي شارع السكه الحديد منزل رقم 1. انا عندي اطفال صغيرين في المدارس ونفسي اعمل مشروع بقاله. عايزه حد يساعدني ويجيب لي شويه بقاله اشتغل بيهم عشان اقدر اصرف على اولادي واكمل معاهم. شكرا دكتور عمرو. وصلنا لفقرة حقق حلمك واحنا جات لنا رسالة من السيدة حنان محمود رزيق. تقريبا احنا وصلنا، هي ساكنة عرب المعادي شارع السكة الحديد حالة عبد هاشم بيت رقم 1 الدور الارضي. يعني اتصور احنا قربنا من المكان. يعني عايزين ست اسمها حنان محمود رزيق ساكنه في حي عرب المعادي شارع السكه الحديد حاله عبده. اهي نعم بيت اهو تحت. عوري لحضرتك. السلام عليكم ست حنان. أهلا. انا عمرو الليثي. ازيك يا دكتور عمرو؟ لا انا مش مصدقه حضرتك جيت لي. مش مصدقة لحضرتك هتجيلي. ده انا اتصلت وقلت يعني مش هيجوا. شكرا لحضرتك لما جيتك يا رب. الله يخليك. احنا خمسة ولا اتفضل. ازي حضرتك؟ انا مش مصدقة والله انت هتجيلي. نورتني الدنيا. انت بعتي لي وانا جيتك. انا تحت امرك اموريني. حكايتك ايه وايه الموضوع بالظبط؟ انا كنت طفله صغيره حصلت لي حادثه في عينيا الاثنين وفي رجلي. رجلي اتجبست غلط كان زمان طبعا فيلات فيها.
لما بقف كتير ما بقدرش، وانا يعني شويه ودي ما فيش خالص صف. عايز اعمل فيها برضه عمليه، عملت فيها قبل كده طريقين فشل عشان كان في تلوث كبير في المستشفى، فعايزة يا ريت اعمل لها عمليه، وطالبه ان انا اجيب بضاعه عشان اقدر اكمل مع ولادي. انت عندك اولاد قد ايه وتصرفي منين؟ ثلاثه. انا بنت بتقاضها من الشؤون الاجتماعيه، كان 400 جنيه بقى 600، وناس بتساعدني ربنا يخليهم يا رب وسع عليهم، ناس كتير كانت بتساعدني. وجوزك فين؟ لا جوزي متوفي، سايب لي الولد 8 شهور والبنت 6 والبنت الثانيه 4. من زمان بقى كده؟ اه. كام سنه؟ من 12 سنه الله يرحمه. اه البنت 18 والثانيه 16، الاثنين في مدرسه صنايع ثانوي البنتين، والولد في 6 ابتدائي، بس مش ماشي قوي، بس ربنا يسهل بقى. وانت بتدفعي 600 جنيه في الشهر؟ 600 جنيه بدفع ميه ونور وكهرباء، بدفع قسط عليا بتاع حاجه برضو، اجيب حاجه البنت ولا حاجه، برضو هتتجوز عايزه برضو حد يساعدني، برضو البنت هتتجوز حد يجي لها كده، فما اقدرش انا اجيب حاجه على بعضها، برضو بحاول الم نفسي. اشتغلت كتير وتعبت كتير من يوم ما جوزي ما مات وانا بشتغل، مره ابيع حاجات في الشارع، بفرش في المواسم والاعياد وابيع، وكنت ببيع خرده، جوزي كان اصلا بتاع خرده كان سريح، تجيب بقى الم الخرده الناس تديني الخرده يعني بحالي، وابيع واودي لهم اخر النهار. من زمان وانا بشتغل، وقفت على رجليا كتير، بس دلوقتي مش قادره يعني، دلوقتي خلاص رجليا في عمليات اصلا، رجليا وعينيا مش قادره، ساعات كتير قوي بتعب وما بقدرش اشتغل. فجبت شويه حاجات، خدت المحل اللي تحت ده، جبت شويه حاجات فيه صغيرين على قدي، ففيش البضاعه بتخلص، والناس طبعا عايزه بضاعه عشان اقدر اطلع مصاريف، ادفع كهرباء منين وميه منين، ده لازم مفيش دخل تاني. وكل اللي بيساعد كمان الكورونا والمرض اللي جه ده في البلد، الناس ما بقتش تساعدني زي الاول، ناس كتير كانت بتساعدني، دلوقتي مفيش مساعده ربنا. ربنا كريم يا حاجه حنان، وربنا لطيف ان شاء الله، ان شاء الله بعباده، ان شاء الله ورحيم جدا بعباده، الحمد لله الحمد لله. انت عايزه تعملي عمليه عينيكي؟ اه عمل فيها ترقيع عشان الناس برضو منظر والولاد وكده، وعايزه بحل بقاله مظبوط. اه يا طيب ريت ان شاء الله باذن الله. احنا مبدئيا يعني ان شاء الله هنعرضك على اخصائي العيوب بتاعنا، الله يكرمك، وان شاء الله اذا احتاجت العمليه هنعملها لك على حساب البرنامج ان شاء الله باذن الله. الله يكرمك. اما بالنسبه للموضوع الثاني فممكن تيجي معايا دي واحده كده؟ حاضر اتفضلي. بصي يا حاجه حنان، بسم الله الرحمن الرحيم، دي البضاعة بتاعت المحل بتاعك. الله يبارك لك يا دكتور عمرو، يا رب يوسع عليكم. وانا اظن دي كده ان شاء الله تكون بداية خير ان شاء الله، تقدري تعملي خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور عمرو، دي بتقدمها كمان من جمعية الخير للغير، الحاجة زينة عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة، فربنا 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 يبارك لهم. محلك نفتحه يلا، يا ريت الرجالة تنزل معانا البضاعة بعد اذنكم، يلا نزل البضاعة، يلا على طول، يلا يلا يا جماعه نزل البضاعه، يلا استلمي بضاعتك وعديها، دي اقل حاجه نقدمها لك لواحد من الناس. كلكم خير وكلكم ناس ولاد حلال وربنا يوسع عليكم. وهيشوفوا لك بقى موضوع ان شاء الله دلوقتي مندوبتنا موضوع العلاج بتاعك ان شاء الله باذن الله، ده عينيكي وان شاء الله يبقى الف سلامه، وما تعيطيش بقى، افرحي كده سلمي على الاولاد، كل سنه وانت بألف خير. الله يكرمك. الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نحقق لست حنان محمود رزيق امنيتها في انها تجري عمليه في عينيها ان شاء الله نعملها لها، وبعدها محل بقاله، واحنا تحت امركم في فقره حلمك، ابعتوا لنا ونجي لكم لغايه عندكم، ربنا يقدرنا ويدخل البهجه والسرور في قلوبكم.
عايز اقول لكم ان احنا زي ما احنا مستمرين في القوافل العلاجيه وفي اجراء العمليات الجراحيه وعمليات العيون وتركيب الاطراف الصناعيه وتسقيف البيوت وتوصيل الميه ودعم المشروعات الصغيره وتجهيز العرايس، احنا كمان مهتمين بالقوافل الغذائيه، والحمد لله في بيننا وبين جمعيه الاورمان شراكه في عمل خير. عشان كده الحمد لله قمنا بتوزيع كم هائل من اللحوم على اهالينا الغير قادرين والأرامل وكبار السن، والحقيقة كان جالنا أكتر من خطاب وأكتر من رسالة من بعض القرى، فاخترنا بعض القرى وبدأنا التوزيع فعلا في قرية الرحمانية في مركز ميت غمر، ده أهلية. نشوف التقرير، وعايز أقول لكم أن هذه القوافل إن شاء الله مستمرة في شراكتنا مع جمعية الأورمان بإذن الله. بروتوكول التعاون المثمر بين جمعية الأورمان وبرنامج واحد من الناس للدكتور عمرو الريسي، بنوزع طن لحوم مجمدة على 500 أسرة الأولى بالرعاية من خلال بحث ميداني للحالة لمبادرة الدكتور عمرو الريسي التي أطلقها بالتعاون مع جمعية الأورمان. زي ما قلت لكم احنا كمان اضفنا مؤخرا اجراء عمليات الاسنان، يعني ومهتمين بعلاج الاسنان، وفي فاعلي خير دخلوا معنا في مجال الاسنان ووصلت لنا رساله من حاله مرضيه السيده رانيا عبد المنعم، كان عندها 35 سنه من حلوان، كان عندها مشاكل كثيره وكانت محتاجه لاجراء جراحات في الاسنان، وتم تحويل الحاله للدكتوره حنان حسن عبد العظيم مركز شو دنتال كلينيك لجراحة الأسنان، وبدأنا في علاج الحالة المرضية أولى مراحل العلاج، وهنتابع معها إن شاء الله بإذن الله. وزي ما أعلنت قبل كده إحنا عندنا كمان في 12 جراحة لأي حد محتاج إنه يعمل جراحات للأسنان، ومستمرين مع مشاهدي واحد بالناس في تقديم هذه الخدمة. تعالوا نشوف الحالة ونطمن عليها. انا تمام الحمد لله، خلصت اول جلسه وهي الدكتوره قالت في مشكله بس شويه نزيف، بس الحمد لله وهكمل ان شاء الله الجلسات الجايه. وبشكر واحد من الناس وبشكر دكتور عمرو الريسي، وان شاء الله يعني على اكمل على خير باذن الله. احنا دلوقتي خلصنا اول جلسه مع رانيا وعملنا تنظيف جير السنان كلها الفوق واللي تحت، وهنتابع بعد كده الحشوات الجذور والحشوات التجميليه هتتعمل بعد ما نخلص علاج الاصابات كامل. احنا بنقدم كل الخدمات العلاجيه للغير مقتدرين مع برنامج واحد من الناس. هذه الفقرة كان السبب فيها صورة شفتها، الحقيقة أنها كانت صورة غريبة وقاسية ومؤلمة، صورة أب وثلاث أبناء ولدين وبنت أعمارهم تتراوح ما بين 10 و 13 سنة قاعدين في الشارع على صالون قديم متهالك، لما بيجي الليل بيناموا على الكنبة بالتناوب كل ثلاث ساعات، والثلاثة بيتشاركوا بطانية واحدة تحميهم من برد الشتاء، وبيأكلوا وجبة واحدة بيقسموها بينهم. حياة صعبة وقاسية ما حدش يقدر يتحملها،
كان السؤال ايه اللي وصل الاسره دي لحاله التشرد والضياع في الشارع، اللي وصل الاب واولاده للحياه بهذا الشكل اللي يوجع القلب. هم شرفوني النهارده، دعيتهم وكتر خيرهم من هم جم. لما شافوا صوروا من غير ما هو يعرف، صوروا هو بيلعب ولاده تحت كان نايمه مغطيهم من غير ما هو يعرف، ويتمنينا الخير والخير جاله، الخير ده اللي جاله من عند ربنا لأنه هو يستاهل. كويس جدا، طيب وأمين، صوته واطي ما بيعليش صوته، ما بيقولش لحد لا على أي حاجة، يعني حنون على ولاده وكويس مع الجيران كلها، عشان كده احنا كنا بنحاول نساعده. كوبايتين، ما فيه كوبايتين ثلاثة شاي قهوة بس، ده اللي بيطلع له يعني. يا دوب ولاده دول يمكن أقول لك بيعدي اليوم يعني يا دوب على قد سندوتش فول طعمية، ما فيش حاجة خالص صدقيني. استوديو عم احمد واولاده امنيه ويوسف ومصطفى عشان نعرف منهم الحكايه، ومعنا كمان الاستاذ محمود حسني احد جيران عم احمد وهو اللي بيقوم برعايته ومساعدته. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا عم احمد، اهلا بيك يا اولاد، وشاكر جدا انك انت لبيت الدعوه وجيت. احكي لي يا عم احمد، اخبارك ايه اولا؟ كويس الحمد لله. عايز تعرفني بنفسك. أنا اسمي أحمد عبد الفتاح أحمد بدر. كنت بشتغل إيه؟ كنت بشتغل في قهوة. أنا أحوج. وعايش فين؟ كنت عايش في بيت، ولما الفلوس يعني كتهت عليا هما مشونا من البيت. فما لقيتش حل تاني، لجأت للأستاذ حسني، الأستاذ محمود. وهو بقى يعني عيني بالأكل بحاجات. وعامل يعني بتاع شاي كده جنب الانتاي ان احنا ايه يعني نتواصل منها ان احنا ناكل. من امتى وانتوا في الشارع؟ انا حضرتك من 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 ساعه الكورونا، ومن ويمكن من قبلها بحوالي مثلا اسبوع او اسبوعين كده. يعني اللقطه اللي قدامي دي بقالكم فيها سنتين قاعدين كده، مظبوط؟ ايوه يا باشا. ليه اخترت الشارع ده في شبرا عشان تقعد فيه؟ هي المنطقه اللي انا اتولدت فيها أساسا، وبعدين كل ما أحاول إن أنا حد يشوف سكن أو بتاع ويطلب مبلغ ما أنا مش استطعت إن أنا حتى أجيبه. والعيال لما دخلتها المدرسة ما بقاش في يعني مقاومة إن أنا أديهم حتى مصاروف أكلهم بتاع كده، فبقى مثلا يوم يروحوا وأسبوعين ما يروحوش. وبالشكل دوت في ليهم ايه يعني زي حصص كده بياخدوها زي دراسه خصوصيه انا مش قادر عليها. وبعد في ناس اهل خيار هم كانوا يعني ايه بيحاولوا يقولوهم يعني يطلعوا عندهم مثلا يذاكروا لهم شويه بتاع كده. أمنية، انت كبيره مظبوط؟ عندك كام سنه؟ عندي 14. بتروحي المدرسه؟ ثلاث ايام في الاسبوع. يعني مستمرة لسه بتروحي المدرسة؟ سنة كام في المدرسة؟ ايه؟ في أولى إعدادي. في أولى إعدادي. طب الحمد لله إنك أنت ما سبتيش المدرسة، ولا سبتيها ورجعتي؟ لا ما سبتهاش. ما سبتهاش، كنت حريص إنك تكمل يعني. بس بحاول يعني على قد ما أقدر. بتاخدي بالك أنت من إخواتك؟ طبعًا. وهما في الشارع؟ يوسف ومصطفى؟ أيوة. مين فيكم كبير؟
عندك كم سنة؟ 12. ومصطفى؟ 10. ما شاء الله عليهم، على فكرة شبهك جدا الأولاد، ربنا يبارك فيهم. بتساعدوا بابا وأختكم في الشارع؟ بتعملوا إيه؟ يعني مثلا بنروح نملى له مية، بنجيب له حاجة، بنجيب للزباين كراسي كده بس. ماما سابتكم إمتى؟ كان من 10 سنين. ليه سابتكم؟ ما مش عاجبها العيشة بتاعتنا، وأي حاجة تمل هي عايزة إيه، هي اللي تبقى يعني مسيطرة على كل حاجة، وممكن تروح عند أهلها مثلا إيه وتسيبهم بالأسبوع والأسبوعين وأجي أتكلم يحصل مشاكل. فحتى لما جينا وصلت لموضوع الطلاق حاولت إن أنا يعني أول ما معيش بثقة، أول ما معيش حاجة، على أساس إن هي يعني إيه ترجع بقى لعقلها وتكمل. هي خلاص لقيتها هي ايه، ما انت قلت لها على امي لو انت اتطلقتي انت مش هتاخد العيال، فقالت انا موافقه بالسهوله دي. الكلمه دي اول ما قالتها يعني انا حسيت ان خلاص هي ما مش باقي على حاجه، فخلاص حددنا يوم اليوم الطلاق واتطلقت وراحت لحالها، وكتبنا وعند المأذون ان هي مش مسؤوله ان هي تاخدهم في يوم من الايام او تشوفهم او تيجي تسال عليهم. ومن ساعتها ما حاولتش تدور عليكم؟ حاولت تيجي بس انا ما موافقتش لانها اتجوزت. يعني ما كملتش سنه واتجوزت ومخلفه بنتين، ولد وبنت، طبعا مش هتنفع تيجي تاني. ماما حاولت اوقات تكلمكم؟ لما بتحاول تكلمنا ما حدش بيكلمها. ليه؟ عشان هي اتجوزت تاني. انت عايز تشوف ماما يا مصطفى؟ لا. مش عايز تشوفيها؟ لا. ليه؟ عايز ان هي يعني ما رضتش تراعينا وكده، فمش عايز اشوفها. انت قلت ايه الاولاد في يوم ما مشيت مامتهم؟ انا قلت لهم ان هي امكم مش عايزه تعيش معانا، وهي افضل عيشه معانا خالص، وانا بالنسبه لكم هبقى ابوكم وامكم اللي انتوا عايزينه كل انا هعمله لكم. صحيح انت قلت لهم انها ماتت؟ انا قلت لهم كده بصراحه، بس هي جت يعني ناس تحايلوا علينا ان هي حتى تشوفهم نوبه. لما جت كان معاها الولدين اللي هم ولادها من الراجل التاني، لما جه العيال بتسلم عليها يعني لهفت العيال، مش هي لهفت الام، حتى العيال سلموا عليها كده عادي وخدوا بعضهم ومشوا. يعني هم كانوا فاكرين انها ميته ولا كانوا فاكرين انها عايشه؟ لا كانوا فاكرين انها عايشه، بس انا كنت كده يعني كل ما اتكلم معاهم قال لهم انا امكم بالنسبه لي ماتت عشان ما سالتش علينا. ومن هي بتعرضتي مثلا لمضايقات في الشارع؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني ببقى مكسوفه واحنا نايمين في الشارع. كنت بتعملي ايه لما حد بيضايقك؟ كنت بقول للبابا. عندك اصحاب؟ بتقول لهم انك ساكنه فين؟ في الشارع. هم عارفين كده؟ لما حد بيضايق أمنية بتعملوا فيه ايه يا اولاد؟ اصعب حاجه او اوحش حاجه شفتوها في الشارع ايه؟ اللي انا احنا نمنا في الشارع بس. بتعرف تعمل كويس في الشارع يا مصطفى؟ لا. بتناموا ازاي احكوا لي؟ بننام على الصالون عادي. كلكم على الصالون؟ لا بابا على الكرسيين، وانا ويوسف على الكنبه الطويله. وبالليل بتعملوا ايه؟ بنسيب الحاجه.
انا بفين صحي ان انا بفين ساعة لحد ما النهار يطلع على اساس برضه ان انا ما بقاش نايم وسايبهم هم نايمين او يحصل حاجه. بتخشوا الحمام فين؟ تستحموا فين؟ يا حضرتك عندنا يعني راجل كتر الف خيره الاستاذ الحاج احمد عباس عامل حمام للناس اللي عنده اللي هما بيشيلوا الدقيق دوت والحاجه، حمام بمبوله بدش بكل حاجه. فبنخش بقى ايه اللي بيحتاج الحمام بيروح يخش الحمام. بتجيبوا اكلكم منين؟ والله العظيم يعني لو اقول لحضرتك يعني اهل الخيابات برضه والاستاذ محمود بينزلوا لنا اكل، وفي ناس برضه جنبنا بينزلوا لنا اكل كده. احكي لي يا استاذ محمود، بقول لك امتى وعامل معاهم ايه؟ كتر خيرك اولا على اللي انت بتعمله. لا ده المفروض اللي يحصل يعني. انا كنت في يوم عند والدتي فسمعت صوت ضحك اطفال، ف يعني جالي الفضول انا ابص من الشباك اشوف مين اللي بيضحك، يعني انا ما كنتش متوقع ان هم بيباتوا في الشارع، يعني كنت باجي زياره لوالدتي فبشوف على طول احمد واولاده بس ما اعرفش ان هم بيباتوا في الشارع. ففوجئت اللي هم مستغطين تحت البطانيه، الصوره بقى اللي انا صورتها ونزلت نايمين تحت البطانيه، واحمد كان بيلعبهم يعني زي اي اب في البيت بقى بيلعب اولاده، فصعب عليا جدا يعني فصورته. وبعد ما صورته ناديت له قلت له انا صورتك بس وانا هنزلها لك وان شاء الله ربنا هيكرمك وربنا هيجازيك خير يعني وفي ناس هتكلمنا ان شاء الله. فعلا مفيش ساعتين الموضوع سمع جامد جدا وناس كتيره كلمتنا، بس يعني هي طبعا في ناس كلمتنا وفي وزاره التضامن كلمونا وفي ناس كتيره كلمتنا، بس مفيش حاجه لسه حصلت. بصراحه يعني كله انا بسعاله، حتى اللي بيتكلم وبيجي مثلا بيقول لي احنا مثلا هنجي لك بكره هنجي لك بعده انا بحاول تاني يوم حتى اكلمهم، فبلاقي يعني ساعات يعني في ردود كده ما عجبتنيش يعني بتبقى مش ظريفه يعني. يعني في ناس مثلا تقول لي لا انت حضرتك بتتكلم في وقت مش مناسب في مش عارف ايه، فانا ابتديت اسعاله لناس تانيه حتى لغايه ما وصلنا لحضرتك يعني. خير خير ان شاء الله. يوسف ومصطفى بيروحوا المدرسه ولا لا؟ عايز لما تكبر تبقى ايه؟ باشمهندس. وانت؟ انا عايزه دكتور. دكتور. وانت؟ دكتوره. دكتوره. يا رب ان شاء الله تبقوا انتوا كلكم دكاتره ومهندسين. عم احمد في عز البرد كده ازاي بتقدروا تتدفوا؟ والله يعني الحقيقه بقول لسعادتك يعني بنجيب بقى شويه خشب كده ونخليهم جنبنا نولعهم وبنتدفى، وبحاول ان انا ايه عيل مثلا اجليه طلعت اخلي البطانيه بتاع كده بس. ايه المضايقات اللي حصلت معاكم في الشارع؟ مضايقات يعني كان في ناس كده في ايه بالليل تغلس علينا يعني تحاول ان هي تضايقنا وتعمل مشاكل معانا. الفضل طبعا لربنا والاستاذ محمود فكان بينزل يصدق لنا وناس كمان كانت بتقف لنا ويقولوا لهم احنا نطلب الحكومه وكانوا بيمشوا يعني من العيال اللي هي ايه مش كويسه دي. ما تكونش بتخاف على اولادهم نايمين في الشارع لوحدهم؟ ما حضرتك انا بخاف عليهم بس انا ما كانش في ايدي حاجه اعملها. ما فكرتش تشتغل مثلا ولا عشان خاطر تخلي بالك على الاولاد قاعد معاهم؟ لا حضرتك انا كان ممكن اشتغل مثلا في اي قهوه بعيده بس انا بخاف على العيال. بخاف حتى عيل يعمل حاجة ممكن يعور نفسه فيها، ممكن حاجة تقع عليه بس. السكان في الشارع بيضايقوكوا ولا بيقفوا جنبكوا؟ لا بصراحة كويسين معانا. يعني أغلبية الناس اللي حوالين مننا بيقولونا وكل حاجة يعني في الأكل مثلا حضرتك في الأكل يعني في الفطار مثلا يجيبوا لهم يقول لهم إيه هنجيب لكم فول وبليلة جبنة ومثلا وطعمية كده. في الغدا في ناس كانت بتنزل لنا اكل. الاستاذ محمود والده حضرته كانت بتنزل لنا على طول اكل. كتر خير والله. وهدوء. كتر خير يا استاذ محمود. يعني بامانه ما خلوناش محتاجين اي حاجه. وليه ماما بتوحشك؟ لا. زعلانه منها انها سابتك انت واخواتك؟ لو شايفاها دلوقتي تحبي تقولي لها ايه؟ مش هقول لها حاجه. طب قولي لي ايه اول حاجه هتعمليها لو سبت الشارع؟ هبقى فرحانه.
اصعب المواقف اللي شافوها يا استاذ محمود؟ لا يعني في مواقف كتير انا يعني بلاقي زعيق ساعات تحت. واحد مثلا بيبقى عايز ياخد اكل عيشه. يعني هو في مره كان برده كان شغال جنب واحد كده برده في جيراننا وكان بيديله مبلغ في اليوم يعني. واحد تاني طمع فيه وطلب له زي ما حضرتك قلت الشرطه وخلى ابنه يشتغل مكانه. فالاطفال لقيناها في الشارع قعدت يومين تقريبا في الشارع لغايه ما راعيناهم يعني وكده لغايه ما احمد خرج ورجع لهم تاني وحطيناهم بقى يعني قعدوا في زي ما حضرتك شفت كده في. طيب عايز اسال كل واحد فيكم يقول لي نفسه في ايه او امنيته ايه؟ ابدا بيك يا عم احمد، نفسك في ايه؟ انا نفسي فيه ان مكان يعني يحاول يخلي عيالي يناموا فيه كويسين ومطمنين، ما فيش اي حاجه تزعجهم، ما يصحوش بقى يتخضوا على حاجه، واحد بيزعق، واحد بيشد من علينا حاجه او بتاع كده. واي دخل ليا اشتغلوا اللي بيها ان انا يعني احاول ان انا اعيشهم العيشه اللي هي يعني اصولي يعيشوها. بس امنيه نفسك في ايه؟ ايه؟ انت بتعيطي ليه؟ مش بعيط خلاص. حبيبتي نفسك في ايه؟ نفسي ان احنا نبقى عندنا بيت. مصطفى نفسك في ايه؟ زيها برضه. انت يوسف نفسك في ايه؟ بيت واجهز امينه. الله، بيت ويجهز امينه. شوف ازاي بيحبك ازاي؟ احنا كلنا بنحبك، ما تعيطيش. معايا برنامج عامل لكم مفاجاه على فكره. معانا على التليفون السيدة الفاضلة مدام سامية سيد عبد الحفيظ، رئيس مجلس إدارة دار روضة الحبيب للمشردين. أهلا بحضرتك يا مدام سامية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا دكتور، ربنا يعزك يا رب. ويعزك يا رب ويكرمك إن شاء الله. أنا طبعا سمعت الفيلم وسمعت ربنا يا رب يصلح حاله. فاحنا ممكن نساعد معاكم يعني ان احنا ممكن نوفر له مكان يعيش فيه هو واولاده، وبرضه نكلم عن طريقنا اهل الخير ان هم ممكن يوفروا له شغل، اي حاجه يعني يرزق منها، وفي نفس الوقت يقدر يعين اولاده، واحنا برضه هنتابع برضه الاولاد لو هم محتاجين حاجه، حتى لو ربنا كرمه وجات الشقه ممكن نفرش لهم نعمل لهم اي حاجه. يعني نقف معاهم ان شاء الله بمساهمه اهل الخير. يعني ان شاء الله هتوفر لهم شقه يقعدوا فيها باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله، بس طبعا يعني انا عايزه اعرفهم يعني مكانهم فين بالظبط، والشقه دي تبقى في اي حته، ولا هو مرتبط بمدارس ولا حاجه. طالما المبدا موجود هم مش هيختلفوا، هم عايزين بيت يقويهم من برد الشتاء وباب مقفول عليهم وسقف يحميهم من المطر. فربنا يبارك فيكي بالخير اللي انت هتعمليه. الله يعزك يا دكتور. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا السيده الفاضله ساميه سيد عبد الحفيظ، رئيس مجلس اداره دار روضه الحبيب، اللي هتوفر شقه للحاج احمد يقعد فيها هو واولاده، وهتوفر له ان شاء الله شغل باذن الله. ربنا يجزاه خير. ان شاء الله بعد الحلقه ان شاء الله هنتواصل معاها وتروح تقعد في بيت. وتعبناكم معانا بصراحه والله. ده دورنا احنا خدامينكم. الله يبارك. نورتنا يا عم احمد، نورتينا. الله يخليك يا باشا. انا مبسوط اني شفتكم وان شاء الله ربنا يحقق لكم كل امنياتكم. الحمد لله. كتر خيرك استاذ محمود. شكرا جزيلا. شكرا. ربنا يجعل في الحسنات. ربنا يخليك. عم احمد. نعم. احنا كلنا بنحترمك. الحمد لله. فوق راسنا. ربنا يوسعك. وربنا هيكرمك جدا جدا. الله ان شاء الله. نورت وشرفت. ربنا يخليك يا باشا. الراجل ده راجل طيب وراجل محترم وراجل فاضل، والراجل ده راجل طيب وراجل محترم. ده دليل الخير. دليل خير عملي، ده اللي دلنا على الخير. الراجل ده ساكن فتكرم وتاجر مع ربنا مع الراجل واسرته، فربنا اكرمه واكرمنا واكرم الست الفضيله اللي اتكلمت ان احنا نكون سبب في ايجاد مكان يقعدوا فيه. ويا رب ان شاء الله ربنا يطمن عليهم وعلى كل واحد، نسمع عن الناس دي كلها كل خير باذن الله. انا حبيت اقدم الراجل المحترم ده واولاده الجمال، اللي دول شباب جمال وهيبقوا زهرة الشباب إن شاء الله، وربنا يحقق لكم كل أمنياتكم. وبشكركم جدا جدا.
النهارده معايا ضيف عزيز جدا الحقيقه ومفيد جدا، ليه دور مهم جدا في الفتره اللي احنا عايشينها في زمن الكورونا. معايا النهارده الانسان الالي الروبوت كيرا. كيرا اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك يا كيرا. يعني انا بشوف ان المهندس محمود يكون معانا احسن. استاذ محمود اتفضل، عشان واضح ان كيرا الاتجاهات بتاعته مش. اهلا بيك. اهلا بيك. ومعانا كمان الاستاذ عبد الرحمن اتفضل. الحقيقه النهارده الانسان الموهوب بيبذل كل جهده علشان يعبر عن موهبته ويأكد تميزه واختلافه، ده بيكون بالجهد والصبر والمثابرة. النهاردة واحد من الناس معانا شاب موهوب من طراز خاص، المهندس محمود الكومي، اللي ابتكر كيرا، إنسان آلي ناطق ومتحرك اللي بيعتبر أول روبوت طبي في العالم بيقوم بعمل مساحات البصمة الجينية أو اللي بيطلق عليها البي سي آر، واللي عرفناها كلنا مع انتشار فيروس كورونا. الروبوت ده بيقدر يعمل فحوصات طبية، أشعات للمرضى، بيشخص الحالات زي الطبيب بالظبط. وبيشرفني في الاستوديو المهندس محمود ومعاه كمان الروبوت اللي اخترعه، معانا كمان الاستاذ عبد الرحمن حسام اللي هيخضع للكشف او الاجراءات الطبيه اللي هيقوم بيها الروبوت. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور باشمهندس. اهلا بيك استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا. تعالى جنب محمود هنا يا كيرا بقى. محمود انت عندك كم سنه وخريج ايه بالظبط؟ انا 26 سنه. 26 سنه خريج هندسه ميكاترونكس. تخصصك ايه بالظبط؟ ميكاترونكس. اوكي. تخصصت في الدراسات العليا اكتر في الروبوتكس والانظمه الذكيه. طبعا يعني بدات ان انا اعمل حاجه او حاجه تفيد البشريه عموما من يعني في فتره الحجره عموما او في فتره يعني بدايه الجائحه في العالم كله. اوكي. طبعا كنت في وقت يعني كان وقت فراغ كبير جدا، كنت حتى عندي منحه، كنت مسافر امريكا، طبعا المطارات اتقفلت، كل حاجه وقفت، البيزنس بتاعي شغلي كله وقف. بدات ان انا اعمل يعني من مجهودات شخصيه او يعني بتمويل ذاتي ان انا ابدا ان انا اعمل روبوت ميديكال كير روبوت، او اعمل حتى بروتوتايب بتاعه، ان هو ان انا ابدا ان انا اعمل فصل بين الاطقم الطبيه والمرضى. طبعا خلال حاجه شكل كده ان انا ابدا ان انا اعمل، طبعا هو يعني الوظائف بتاعته ان هو بيعمل المرور على المرضى وبيقيس الوظائف الحيويه، وبيعمل دلوقتي يعني بيستخدم الاشعه زي الاشعه الايكو والاكس راي بحيث ان هو يعمل سكاننج على المريض من على بعد. فطبعا احنا بيكون عندي المريض سواء في الحجر او في العنايه المركزه، انا بقدر ان اللي بيكون جنبه هو الروبوت، او اللي بيكون في الاوضه اللي موجودين هو الروبوت والمريض. وطبعا الطبيب بيقدر ان هو يتحكم فيه عن بعد. الروبوت ده بيعمل ايه؟ كيرا بيعمل ايه؟ كيرا اولا اولا هو طبق فكره مساحات البي سي ار، وده كان اول روبوت في العالم او موبايل روبوت في العالم يطبق فكره مساحات البي سي ار. وده طبعا اللي ادى يعني للعالم كله او لفت نظر العالم كله ان في التكنولوجيا دي وطالعه من مصر. طبعا يعني معظم وكالات العالم وكالات يعني انا خدت بالي الحقيقه ان في كتير جدا وكالات العالم اتكلمت عنك عن الروبوت. يعني الفكره دي واضح انها كانت جديده ورائده. هو الحقيقه يعني كان هو الفرق ما بين الروبوت ده والروبوتات اللي بره، هو طبعا اتصنف كالفكره نفسها لان البروتوتايب تم باقل الامكانيات. انا مستخدم فيه، استعنت بنماذج عالميه للروبوتات بالشكل ده. هو طبعا يعني الروبوتات اللي بره كانت طبعا روبوتات مهمتها زي التوصيل، مهمتها البوليس بيستخدمها لكشف المخدرات مثلا، روبوتات بيستخدمها الميديكال كير نفسه. لكن وجت في فتره الكوفيد 19 طوعوها لروبوتات للكوفيد 19. لكن اللي ميز الروبوت ده عنهم واللي خلى التصنيف الفكره اعلى شويه ان الروبوت ديزاينت او تصمم من الاساس
للكوفيد 19 او روبوت رعايه طبيه للكوفيد 19. طبعا اتسد معظم الثغرات بتاعته، هو ده مر بثلاث اصدارات، ده الاصدار الثالث. بدات باصدار اول كان طبعا كان شكله مش بشري، كان دايما كان معايا فريق طبي، يعني كنت باخد منهم فيدباك دايما ان انا اقدر اطور في الموضوع. امتى عرفت ان هو ممكن الريبورت يكون جاهز للعمل بالمواصفات المطلوبه؟ طبعا يعني انا دايما في فريق طبي معايا متابع، في شغالين معايا في الار ان دي دي عموما، وان انا بقدر ان انا اطور من الموضوع، خصوصا في موضوع المساحات اخذ يعني وقت كبير جدا، خصوصا كمان في البلاد سامبلز تيست ان انا اسحب عينات للدم، ده برضو من الحاجات اللي يعني ان انا اقدر ازاي بالاي اي ان انا اقدر احدد الشريان بالالجوريزمز معينه، وان انا اقدر اسحب بالفلوريت بتاع الدم، ده برضك يعني كانت حاجه يعني اخذت مراحل كتير. بنسبه كام في الميه ريبوت ده يملك كفاءه الانسان او الطبيب؟ هو يعني هو جرب يعني من شهر 6 اللي فات طبعا فيرجن 2، يعني بنسبه كان بنسبه من 60-70%، فيرجن 3 بنسبه 90%. طبعا اتول ان الروبوت ده اللي قدامنا دلوقتي ده معمول بامكانيات بسيطه، حتى الباتريز بتاعته يعني انا مستخدم باور بانك للبطاريات بتاعته، حاجات بامكانيات يعني. هل في نسبه خطا في تشخيصه؟ والله هو نسبه الخطا دي يعني بالنسبه للبورترايب ده نفسه تمام، يعني مش كبيره قوي تمام. وفي نفس الوقت ان انا عندي لو استخدمت ماتيريال كويسه او استخدمت خامات يعني كويسه طبعا هيرفع كفاءته كتير، خصوصا ان انا كفكره نفسها الامم المتحده صنفتها من افضل الافكار التكنولوجيه للكوفيد 19. غير كده ان هو صنف حسب وكاله رويترز او قائمه رويترز الروبوتات الطبيه كرقم واحد لفيرجن 3 ورقم 2 وسط 26 روبوت. ايه الصعوبات اللي قابلتك عشان تنفذه؟ والله هو طبعا يعني الصعوبات اولا اول حاجه واجهتني مشكله التمويل طبعا. انا في حد ساعدك في تصميمه؟ التصميم يعني هو طبعا يعني عبد الرحمن، هو من انا عندي اكاديمي لتعليم الاطفال الروبوتكس والسمارت سيستمز او النشئ عموما، لان انا كنت مهتم بالحته دي، لان انا وانا صغير ما كنتش لقيت ان يعني في الفاسيليتي دي ان حد يتبنى حد موهوب او كده. فطبعا انا كنت في فتره كنا في فتره يعني الحجر الصحي او ان الناس كلها قاعده في البيت، فطبعا من ناحيه ان طبعا ما لقيتش حد زميل ليا ان هو يتطوع لحاجه شكل كده، ومن ناحيه تانية ان طبعا ان هو هيشتغل مش هياخد مرتب، ان انا ما كانش عندي الامكانيه ان انا اكون تيم وادي له مرتبات والكلام دوت. فطبعا انا عرضت الفكره على الجيل الاول الخريجين الاكاديمي، وطبعا من الناس اللي يعني تطوعت عبد الرحمن، وطبعا يعني من الناس الشاطره جدا اللي بداوا ان هم يعني يشتغلوا معايا لحد النهارده. من يعني احنا شغالين في المشروع ده اهو من شهر مارس لحد النهارده بنطور فيه، بنحاول ان احنا يعني ان احنا نلاقي مساعدات، بس يعني ان احنا نعمل حاجه. طبعا يعني هدف مشروع كيرا عموما، كيرا اختصار لكمبيوترايز انترناشونالي فور روبوتكس اند ارتفيشال انتليجنس، او مشروع دولي لتطوير للحوسبه لتطوير الروبوتات والذكاء الاصطناعي. فطبعا ده حلم من طفوله، ان طبعا نبدا ان احنا مصر او الوطن العربي ما يكونش دوله او ما يكونوش يعني جاست ان احنا مستهلكين للتكنولوجي، احنا كمان عايزين نكون مصدرين للحاجه. طيب كيرا دلوقتي بيعرف يعمل ايه؟ كيرا دلوقتي اولا بيقدر ان هو يقيس درجه الحراره من على بعد اكتر من 5 متر. طب يقيس الحراره ممكن؟ ممكن يلا. هو المفروض دلوقتي يعني هو لقط كذا شخص يعني من على بعد يعني، ف انا عايز اوري لحضرتك بردك على الشاشه. هو دلوقتي الاشخاص دي اللي ظاهرين قدامه هو لقيتهم، هو جاي لي انا بقى دلوقتي اهو. انا صورتي طالعه جواها.
يعني وال ده كده هيأثر الاستوديو كله. طب كام بقى الحراره ايه؟ 36.7. يبقى انا حرارتي 36.7. طب الحمد لله انا كويس. طيب دي اول حاجه بيعملها كيرا. الحاجه الثانيه بيسحب العينه ازاي؟ نشوف كده التجربه لسحب العينه بي سي ار لعبد الرحمن مثلا. المفروض هو السيستم بتاعه اللي هو سليف اند ماستر. وانا المفروض بشتغل على حاجتين في الموضوع سحب العينه، الانجل والسنسيتيفيتي. لا بقى كده خد العينه؟ اه المفروض هو كده بياخد العينه وبعدين بيروح للمعمل وبيسلم. تمام. هل بيقدر يعمل اشعات موجات فوق صوتيه واشعه اكس؟ هو طبعا بيقدر ان هو يستخدم كل الحاجات اللي بيستخدم بيعملها الطبيب او الفني. ان هو يقدر ان هو يعمل الاشعات دي، وتم تجربتها بالفعل وتم نجاحها من اول مره. طبعا يعني كان اتعمل الكلام ده هو على خمس حالات، او مش خمس حالات، خمس متطوعين للاختبار. طبعا يعني بشهاده الدكاتره وبشهاده الطاقم الطبي ان طبعا يعني حاجه زي كده بالتطوير دوت او بالامكانيات دي انها قدرت انها تعمل سكاننج مصورني اهو كيرا مصورني. اه بالظبط يعني درجه حرارتها يعني 36. انا 36.3 حرارتي الحمد لله. شكرا يا كيرا، كتر الف خيرك. الحمد لله يا جماعه حرارتي 36.3، ربنا يتمها علينا بالصحه والستر يا رب. طب قولي لو انا لابس ماسك يعرف ايه؟ يعرف ان انا لابس ماسك؟ اه طبعا يعني ان هو بيشوف المفروض هو بيقيس درجه الحراره، هو بيشوف انا لابس فيس ماسك او لا، وبيدي تعليمات صوتيه. هل بيعرف يقيس النبض؟ بيقيس النبض طبعا ده بيكون في خلال يعني في الكلام ده يعني لما يعمل مرور على المستشفى يعني. هو بيعمل مرور في المستشفى للحالات الموجوده في المستشفى. هل تم تجريبه في مستشفيات في مصر؟ طبعا في ثلاث مستشفيات بس مستشفيات خاصه يعني. هم تبنوا الموضوع، تبنوا التجارب بتاعه الروبوت. طبعا هو بيقدر ان هو يامن من اول يعني يشرف على الاجراءات الاحترازيه من اول الباب بتاع المستشفى لحد العنايه المركزه. طبعا لو حاجه زي دي اتطبقت، احنا مش بنتكلم عن جاست روبوت. يعني انت محتاج ايه؟ قول لي عايز ايه. طبعا محتاج يعني طبعا يعني القياده، ان الموضوع يجي من القياده السياسيه واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان اننا عايزين نعمل زي ما قلت لحضرتك مشروع كيرا. مشروع كيرا للروبوتات والحوسبه الصناعيه او الذكاء الاصطناعي، ان خلاص الروبوت ده بقى ترند في العالم كله، العالم كله بيشيد بيه، الامم المتحده اشادت بيه، صنف حسب وكاله رويترز. يعني اظن منظمه الصحه العالميه كمان اشادت بيه. منظمه الصحه العالميه ستيف ديفيز الكوتشير لمنظمه الصحه العالميه كتب عنه مقال وقال ليه ما يعني ليه ما نجيبش الحاجات دي ونقيمها وندعمها ونحولها من جاست بروتوتايب او من جاست نموذج اولي زي دوت لكوبيز او فاينل برودكت. طبعا انا عشان احاول ده الفاينل برودكت مش محمود لوحده ولا محمود معاه عبد الرحمن، لا انا محتاج يعني انا بضم صوتي لصوتك يا محمود يعني، وبقول ان الفكره شاب مصري رائع ومبتكر ومبدع محمود الكومي، المهندس محمود الكومي، قدر يعمل حاجه انجاز انا بشوفه انجاز يعني كبير يستحق ان احنا يعني نقدره ونشيد بيه، ويستحق ان احنا ندعمه ونقف جنبه ونشجعه انه يستمر. واظن اذا كمان في اهتمام اكبر الموضوع ممكن يبقى ياخد شكل اكبر وسكيل اكبر واداء افضل واحتراف اكتر، ويساعد في الاخر الهدف انه خدمه المريض
والوقاية وتقليل الأضرار اللي ممكن تقع على طاقم الفريق الطبي. فالحقيقة مشروع عظيم ورائع. أنا حبيت استضيف النموذج الرائع محمود الكومن وانس المتميز ده الحقيقة، اللي أنا فخور بيه جدا، فخور باختراعه، فخور بيك يا عبد الرحمن انك شاركته في هذا الاختراع، لأن الحقيقة ده واحد من الناس المتميزين اللي احنا في واحد من الناس حريصين نقدمهم ونقدم اختراعاتهم، والبرنامج مفتوح لكل المخترعين عشان نقدم اختراعاتهم عشان خاطر يجدوا كل الدعم ان شاء الله باذن الله. وانا واثق انهم هيجدوا دعم كبير خلال الفتره القادمه، لان ده بيخدم الانسانيه والبشريه. محمود الكومي المهندس المحترف صاحب اختراع كيرا، سعيد بوجودك معايا في واحد من الناس، ده واحد من الناس المتميزين. اتمنى لك كل نجاح، اتمنى خلال الفتره الجايه اسمع ان في تقدم حصل على كيرا وبقى ليه دور اكبر في خدمه البشريه والانسانيه. بشكرك يا دكتور، وسعيد جدا الاستضافه والكلام حضرتك دوت ده كفايه عندي يعني. وانا بهنيك اشكرك، برافو عليك. اشكرك جدا، انا سعيد بجد، اشكرك جدا. شكرا يا عبد الرحمن، حبيت اقدم النماذج الجميله دي، شبابنا الواعد اللي بيقدموا وبيخترعوا افكار جميله تخدم البشريه والانسانيه زي ما قلت. وشكرا على كيرا. شكرا يا دكتور، الله يكرمك. شكرا جزيلا. واحد من الناس النهاردة حدوتة مصرية، قال عنه الكاتب الكبير نجيب محفوظ مغني الحارة، وقال عنه الشاعر الكبير مأمون الشناوي صوته في شقة، وقال عنه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب صوته في إحساس، هو السفير المعتمد في دولة الغناء الشعبي، هو ناظر مدرسة المواويل القادم من شارع محمد علي، شارع الفن والموسيقى والتاريخ، هو أسطورة فنية وحالة غنائية غير عادية، خلطة مصرية كده يقدر يحول لغة الشارع المصري إلى لغة عالمية. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكبير نجم الأغنية الشعبية أحمد محمد مرسي العدوي الشهير بأحمد عدوية، وكمان يشرفني لأول مرة وجود زوجته الفاضلة السيدة نوسة. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا دكتور، نورتني عم أحمد. شكرا. نورتينا مدام نوسة، وبرحب بفرقتك الموسيقية الجميلة اللي منورنا النهاردة. وحشني يا عم أحمد. أنت أكتر. أخبارك إيه؟ تمام يا أستاذ. مبسوط إن المدام معاك النهاردة في الحلقة؟ دي روحي. طيب أصل خلي بالك الأسئلة النهاردة إيه؟ فيها كلام فيه صراحة وكده، فربنا يستر. ايه لا ما تخافش يعني، ها رتب نفسك كويس. ما تخافش حبيبي. قولي يا عم احمد، هل اقدر اقول انك انت عشت حياتك حبة فوق وحبة تحت؟ كل وقت له اداء. يعني عشت فوق اكتر ولا تحت؟ الاتنين مع بعض. متواضع لله ربعة. من وضع لله. متواضع لله ربعة. يعني حبة فوق وحبة تحت. لو سألتك عن قهوة الآلاتية هتقول لي ايه؟ اقول لا اله الا الله محمد رسول الله. قهوة الآلاتية تجنن. عشرتي. احكي لي عنها، بدأت فيها انت زمان؟ يعني انا عارف انك انت سنة 69 كنت بتغني في شارع محمد علي. ايوه مظبوط. اتعلمت ايه من شارع محمد علي؟ اتعلمت الصدق والحنان والحنية. عم احمد الموال راح فين؟ موجود. بتحب تسمع الموال من مين؟ انا؟ مساد مكاوي الله يرحمه بس، وعبد اسكندراني، وابراهيم حمود الله يرحمه، وانا بحب اسمع احمد عدويه. الله. نسمع موال احمد عدويه. يلا نبدا بقى موال عم احمد. يلا. الله 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 الله، ايه الجمال ده عم احمد، ايه الجمال والحلاوه دي، والله زمان. تسلم. الاغاني الحلوه والكلام الحلو والصوت الحلو، انت كلك حلو، انت اللي جميل منور. كان زمان بيتريقوا على الاغاني دي وكانت ممنوعه، امال الواحد النهارده بيسمع اغاني مش عارفه جايه منين بصراحه. وازاي احنا كنقابه وكوزاره الثقافه سايباها؟ لا والله يعني كانوا سايبين عدويه ما شاء الله، يعني بياخدوا مواقف وبيقولوا لا الاغاني لا والكلمات لا، يعني كانوا موقفين عدويه من الاذاعه والتلفزيون ويعني عاملين له مهرجان ياي عدويه ياي يو كده وحاجات كده،
طب ما عدويه دلوقتي مش ياري، ده عدويه كده محطوط فوق الراس. طب قولي لي ايه رايك في اللي بيقلدوا عدويه وبيغنوا اغانيه؟ مين بيقلد عدويه؟ ما حدش بيقلد عدويه. يعني في ناس بتاخد اغانيه وبتغنيها؟ لا، مهما حد يغني ما حدش هيجي زي الاصل. ما فيش غير واحد بس في الدنيا دي كلها، محمد احمد مرسي عدويه، محمد ابني. حد تاني لا يمكن. وعمرو محمد اللي جايب البحه بتاعته من عند ربنا. محمد جميل، وكان ضيف عندي هنا في البرنامج، وعايز اقول لك انا بحبه جدا، ومن هو كمان اجمل اصوات، هو جميل وراقي، والحقيقه في الجينات بالظبط، الجينات اللي انا عايز اقوله لك ان هو مش بيبتدع البحه، اصل النهارده مش بيقلد. لما بتسمع انا من عشرتي طبعا معاهم، فبفهم في حتت معينه، فطبعا ثلاث ارباع المطربين بيفتعلوا البحه بتاعت عدويه. بس مش عارفين. بس قولي يا عم احمد، مين اكتر واحد عجبك من يعني من اللي بيغنوا اغانيك؟ يعني حد خد اغنيه ليك وغناها عجبتك غير محمد عدويه؟ انت محمد محي. محمد محي صوته يعجبك جدا. حكيم. وحكيم. حكيم بيغني لك كتير. حكيم ده يعني اخويا، ده انا اخويا. ابن بلدي كمان من الصعيد، زي صعيدي. طب قول لي تجربتك مع محمد عدويه في المولد كانت تجربه جداً. حلوه قوي، هل هتكرروها؟ ممكن في المستقبل نكررها. بتفكر تعملها؟ يعني ممكن تعمل دويتو تاني مع محمد عدويه؟ نكررها على احلى كمان. على احلى. في حاجه تانيه؟ يعني في حاجه بترتبوا لها؟ ان شاء الله. هو بيحب اصل محمد قوي زي اي اب في الدنيا، فاي حاجه هتكلمه على محمد يقول لك قريب جدا. طبعا هو ما يقدرش ما يبقاش المتحمس لمحمد. بتحب العيون الخضر وانا عيوني عسليه، بتموت في العيون الخضر سعمره وانا عيوني عسليه، بس عمري يا حبيبي، بس عمري يا حبيبي اصبغ لك عيناي. الله. ما تيجي نسمع زحمه الدنيا زحمه. يلا بينا. والزحمه اليومين بقت عاليه قوي. شكرا. الله الله يا عم احمد. الله الله احسنت. الله يخليك يا عم. عم احمد الموسيقار محمد عبد الوهاب كان بيحبك قوي. عبد الوهاب كان بيحبك حبيبي، بس ليه ما لحنلكش رغم انه كان معجب بصوتك؟ ما لحقش. ما يعني ما لحقش. كلمك يعني كان في مشروع مثلا؟ كان في مشروع يعملك لحن ولا بس كان اعجاب؟ لا كلمني. قال لك ايه؟ كانوا في استوديو 46. بفكره انا بس. 46. كانوا مع بعض في استوديو 46 في التلفزيون المصري. قال لك ايه؟ صوتك حلو قوي يا واد احمد. قال لي يا احمد صوتك حلو وحافظ عليه، انت ما تعوضش، خلي بالك حتى الحاضر برضه. وانا بحب منك. احب منك اعلان غنيته خضر عطار. خضر. خضر سلام عشان خضر العطار، لا 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 معروف تمام، وده بين نقطه الجار يقول للجار اسعار. الاستاذ محمد عبد الوهاب كان بيحب الاعلان ده. يقول له طب ما نسمع حته من الاعلان كده. الموسيقى دي هايله يا احمد. الاعلان نسمعه يلا. اهو كورديون جاب. الله الله. والله يا احمد افتكرنا ايام الإعلان زمان. الاعلان ده كان بيتذاع للساده المشاهدين، يمكن عشان بس افكرهم، في اوائل السبعينات. وكان مكسر الدنيا قوي، وتحولت اغنيه الاعلان لاغنيه يعني. اغنيه فعلا فعلا يا دكتور. بقت اغنيه فعلا. بقت اغنيه وهفتكرها لك. ايه هي؟ سلام عشان احلى العرسان. سلام عشان احلى. مظبوط. منور نور. ما انا مذاكر تاريخك اصلي يا عم احمد. انا من عشاقك اصلي. ربنا يخليك. استاذ بليغ حمدي الحقيقه كان بيحبك قوي، وانا فاكر مره قابلت الاستاذ بليغ وكان بيتكلم عليك، وحكى ساعتها انه عمل لك، اظن عمل لك يخت سمالتين. مظبوط. وبينج بونج. بينج بونج. وعمل لك اغنيه حزينه كده اسمها القمر مسافر. الله. احكي لي بقى عن علاقتك ببليغ حمدي. اولا بليغ الله يرحمه ويرحمه كان بيحبني جدا.
اشتغل مع عبد الحليم واشتغل مع ست ام كلثوم واشتغل معاك. هو كان بيسلطن مع سيد مكاوي. ومع سيد مكاوي لا سيد مكاوي كمان لسه هتكلم عنه دلوقتي بس احكي لي عن بليغ الاول. بليغ كان ايه اللي بيميز اللحن بتاعه؟ اللي يعجبك في لحنه؟ بليغ اخي خرابي الحانه لذيذه جدا جدا لانه فنان بليغ حمدي يعني انا بعشقه لغايه ما اموت. ربنا يديك الصحه يا رب. ما تيجي نسمع الساحة ده حنبوه الحنو بتخش قلبه لدرجة انك لما تشوف اسمعك لحن بليغ حمدي وهو بيسمع بليغ. نسمع يا اختي سنلتين. يا اختي سنلتين دي عشاني انا دي عم التاني عشان هو كان مسافر لندن. استني بقى قبل ما نغني بقى هو غنى لك كام اغنية. هو خطبني وسافر لندن فقبل ما يسافر لندن استاذ بليغ عمل له يا اختي سنلتين. يعني هي دي الاغنية اللي دوبت بيها بقى المشاعر. دوبني انا بقى. غنى لك كام اغنية يا مدام موسى؟ دي والدور الاولاني برضو الاستاذ بليغ غنى لك انت. يعني الاستاذ عدويه غنى لمراته نوسة كام اغنيه؟ يا اختي سمالتين. والدور الاولاني اول شقه يمين ويا حلوه يا بنت الحته. انا اشتريت كاريتا خلاص هقول لابوك ونبقى حته حته. ثلاث اغاني. ايه ده انت كنت مدلعها غلط. طب يلا نسمع بقى يا اختي سمالتين بقى دي غناها عدويه لمدام نوسه. يلا في خطوبتي. والله في خطوبتك. في الخطوبه. طب قربي منه السنة كده بس عشان ايه بقى ايه نفتكر الخطوبه بقى. يلا دلوقتي بقى بما ان الاغنيه دي انت سمعتيها فعجبتك عايز اعرف انتوا ارتبطتوا ببعض ازاي؟ يعني قصه الحب بدات ازاي؟ مين اللي قال للتاني الاول بحبك؟ انا هو. اتعرفتوا ببعض ازاي؟ ارتبطتوا ازاي؟ انا كنت في المدرسه وكان ليا واحده صاحبتي الله يمسيها بالخير لو عايشه والله يرحمها لو ميته كانت بتعبد عباده. فانا اقول لها بتحبي فيه ايه ده؟ فالمهم روحت بصيت لقيت دادي يقول لجدتي على فكره في مطرب جديد طالع اسمه احمد عدويه يا ماما فانا عازمه على الشاي عندنا. فقلت له طيب يا ابني يا اهلا وسهلا. انا سمعت احمد عدويه قلت يا نهار ابيض. المهم احمد عدويه جه كان دادي عايز منه حاجه طلب معين يعني خدمه معينه هو يقدر يعملها. فطلعت سلمت. بس هو السلام. هي في مدرسة ايه؟ في المدرسة الفلانية مش عارف ايه خد اخباري يعني. تاني يوم انا طالعة من المدرسة وهو بالعربية جنبي. يا نوسي نوسي. بصيت له كده ايه ده الجراءة دي؟ بتكلمني انا؟ قال لي يابا اكلمك انت هو انا مش صاحب باباكي؟ قلت له صاحب بابايا ايه؟ امشي يا بنت امشي. واحد صاحبتي ماشية معايا. وعارف انت خروج المدارس بنبقى صفوف صفوف كده طالعين. هو جريء مش همه لان هو اصلا يعني بيموت بالبنات والستات والكلام ده يعني. ف جريء تعالي اوصلك ده انا كنت عندكم امبارح في البيت. يا نهار ابيض كمان بيقول انا كنت امبارح بالليل في البيت. قلت لها امشي ولا كانك تعرفيه. ليه؟ هنقف نتكلم معاك. قلت لها هتمشي ولا امشي انا؟ خلاص همشي معاكي. مشيت معايا. في نفس اليوم بالليل سكرتيره اتصل بدادي قال له الاستاذ عايز يشوفك بس بره البيت. ف دادي قال لماما على فكره ده احمد عدويه عايز كذا كذا كذا. قال له روح. قالت له روح شوف عايزك في ايه. نزل قبله بره وجه قال ده طالبها للجواز. قالت له مين دي اللي طالبها للجواز؟ قالت له قال لها نوسي. قالت له نوسي ام 14 سنه اللي في الاعداديه انت بتهرج جرى عقلك حاجه ده انا عيلتي كانت ماتت فيها.
انت في ايه في دماغك وعيلتك كانت ماتت فيها؟ قال لها والله احنا هنسالها. وبعدين انا مش شايفه ان الراجل في حاجه تعيبه، راجل مكافح، راجل ابن بلد، مش لازم يعني يبقى ابن الشوكه والسكينه عشان يتقابل معاه، برغم ان هو بيغني ما تاكلوناش بالشوكه وتاكلونا بالمعلقه. قالت له شفت انت بتقول ايه؟ برغم انه بيغني ما تاكلوناش بالشوكه وكلونا بالمعلقه، ولا ما اعرف ما تاكلوناش بالمعلقه وكل حاجه كده. تاني يوم رجعت من المدرسة، كان هو رجع من شغله، قال لي نوسي عايزك اقعد معاك شوية. فقعدت معاه. خير يا دادي؟ قال لي الامر كذا 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 كذا، انتي تعرفيه وشفتيه؟ قلت له اه. قال لي تسمعي عنه؟ قلت له اه. قال لي طب انتي ايه رأيك؟ قلت له طب افكر واقول لحضرتك يا دادي يعني. قال لي طب خلاص يا ما فكري وقولي لي. شبطوا في بعض، وماما عملت جناية في البيت، وانا رحت المدرسة ورجعت لقيت خلاني ولقيت عمامي في البيت. موضوع كبر بقى. الموضوع كبر بقى. هو مشبس رأيه وهي مش مشبسة رأيها. بس تعالى شوف بقى الدنيا اتقلبت بعد كده، بقت ازاي الزمن. قالت لهم نونو 7 جنون لا يمكن ياخد بنتي. انا بنت البشوات اخد احمد عدويه؟ ولا انت عيله اديب تاخد احمد عدويه؟ لا يمكن. فقاعدين بقى عمامي وخلاني، قالوا لها بصي الله يرحمها ويسامحها، بصي يا حاجه فاطمه احنا مش هنتقاس دلوقتي بعوايل، احنا هنتقاس بالرجوله. الرجوله الناس بتتكلم عنه بانه راجل محترم، لا بتاع مسخره، وراجل معروف الحمد لله انه راجل خير وبتاع ربنا، واحنا مش عايزين لابننا لبنتنا اكتر من كده. فنجرب ونعمل خطوبه. والله عجبت في الخطوبه هتبان، ما عجبناش كمل، انما خلاص يا ظلمه دخلك شر. فهي طبعا لوجود الرجاله كلها وافقت. وراح عملك الغنوه بقى دي. وخد بعضه وسافر لندن هو حسن ابو الصوت. يعني خطوبتي تاني يوم كنت بوصله. ده حب من اول نظره يا عم احمد؟ مش عارف حبني ازاي من اول نظره كده. اصل انت حبيب يعني. انا لا هو حبيب جامد. يعني انت لا 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 دكتور سؤال. انت بتجيب التكه ده حبيب، مش عايز اقول لك يعني حبيت قبل مدام نوسه كام واحده يا عم احمد؟ الستات الطوال. الطوال؟ بتحب الطوال جدا. اشمعنى الطوال؟ معرفش. القصيرين لا، هات له بنت طويله. احنا جايين نعمل خير في القعده دي. لا 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 هات له بنت طويله. هي حلقه وتخلص وهتروح ومش ما هنروح مع بعض. هات له بنت طويله يا اختي. هو ممكن يعمل كده لغايه دلوقتي؟ لغايه دلوقتي. انت فعلا بتحب الطوال يا عم احمد؟ هي ورده ومحمد. طب عارف ايه الحاجه الوحيده اللي بتمنعه؟ احفاده بس. عنده ابن محمد ربنا يخليه له يا رب، احمد عدوية الصغير. شفته جميل ما شاء الله. حريف زي ابو جده. هيطلع بص بيضحك ازاي، حريف زي جده. طب انت قبل نوسه حبيت كام واحده بصراحه؟ قبل نوسه ابدا. هانم وخطيبتك الثانيه السمراء دي اللي كنت مخطيبها في شارع محمد علي، بيقول لك ابدا. فيفي اسمها ايه؟ اسمها فيفي. طب اسمها فيفي. الحمد لله اني فكرتك. ومين تاني؟ طب ده قبل الجواز. بعد الجواز في حاجه؟ لا لا كتير بقى بعد الجواز. لا 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 قول بو 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 بو. بقول لك متجوزه 14 سنه واحنا متجوزين بقى لنا كام سنه بس عشان ما نفضحش الدنيا. ليه؟ عشان هفضح انا سني. طب هسالك سؤال يا سني وسن ولادي. مدام نوسه بصراحه. نعم. انت الست العاقله واضح، يعني واضح انك انت كنت عارفه ومع ذلك. لا بس في الاول ما اخبيش عليك، زي اي ست يا طبعا ما كنتش بطيء. وخناقات. جيتي مره قلت لها طلقني بقى طالما؟ كتير. وكنت بتعمل ايه؟ تقول لها ايه؟ معلش اخر مره. رد عليها يا عم احمد. كنت بتقول لها ايه؟ استني انت بس افهم الموضوع ده عشان الكلام. عم احمد كنت بتقول لها ايه؟ هو لا اله الا الله محمد رسول الله.
كنت بتقول لها ايه؟ ده بعزها والله صعب العمر. ما انا عارف انك بتعزها طبعا، بس يعني النزوات الخارجيه دي كنت بتبررها بايه؟ لا والله، لا والله غلبان. طب كانت بتسامحك؟ اه كل مره؟ لا بتسامحني والله. سامحتك كتير؟ ولا قليل؟ لا الحمد لله سامحته كتير. وجيت لي اليوم اللي ما كنتش هسامحه فيه لاخر لحظه، والمأذون بره اليوم اللي عمل فيه الحادثه بتاعته. والمأذون بره، شوف في شيء القدر، والرجاله كلهم قاعدين بره عشان هتطلق. وجيه مسك المصحف وقال لي وحق المصحف ده وحق المصحف ده وحق المصحف ده، ما عاد تغلط فيك تاني ولا اضايقك تاني ولا اعمل لك حاجه تضايقك في حياتك. الحمد لله. اديني اخر فرصه وشوفي زي ما كل ربنا كان كاتبها بيني وبينه. وحياه ربنا يا دكتور. وسامحتي؟ وسامحت. وبص الرجاله بره يكاد مثلا عايزين يقوموا يعملوا فيا مثلا يعني اللي يجيبني من شعري، ما انا بقى سايبه اعمالهم وناس ليهم مراكزهم، لا داعي لذكر اساميهم دلوقتي، هم يعرفوا نفسهم. فسايبين مكاتبهم وسايبين اشغالهم. وانت سامحتي؟ وانا سامحت. كانوا جايين عشان فبص بقى خلاص. الرجاله يعني انت ازاي يعني تعملي فينا كده وفي الاخر بتسامحي؟ يعني انت قدرتي عم احمد الموقف بتاعها ده؟ هو بقى ما لحقش يقدر. هو ما لحقش يقدر. هو ما لحقش يقدر حضرتك. وكل عمله انه نزل خدني في العربيه وقال لي هو بيحب كان يسوق، يروح السوق، يحب قوي يتسوق بنفسه. فراح لقى الباميه طالعه جديده، جاب لنا باميه، ولقى المانجا الهندي، هو روحه في المانجا وخصوصا الهندي، جاب مانجا هندي. يا احمد دي قادره لسه، بس اسكت يا نوسي انت ما تعرفيش حاجه، يومين وهتبقى حلوه. راح على الجزار جاب اللحمه وخدنا انا وهو، ورجعنا على البيت. وهو راجع على البيت بوم راح خابط عربيه. قلت له يا نهار ابيض ايه ده؟ قال لي ايه يعني؟ ما انتوا كلكم في البيت بتخبطوا عربيات، اشمعنى انا اللي مش هخبط؟ ايه يعني من نفسي يا ستي مره اخبط عربيه، زعلانه ليه؟ هبعت السواق ويصلحها له. وطلع بالعربيه ومشي زي ما يكون قلبه حاسس انه يعني اخر مره هيعمل كده، او ايه الاستهتار اللي كان فيه ساعتها؟ ما تعرفش يا دكتور، والله كده يا دكتور عمرو. وصلنا البيت قال لي ماما اعملي لنا الباميه وحطوا لي المانجا في حاجه واسعه. الهندي. الهندي. ما انا معاك بقى، انت جبت هندي وانا بموت فيها يا دكتور. بس يا سيدي، ودخل ينام عشان عنده شغل بالليل في الماريوت. هو عيد ميلاده كان فاضل عليها تقريبا 10 ايام. فكنا جايبين بدله من باريس من فرنسا ليه. بقميصها بكل حاجه بالطقم كامل يعني. من برلين. وحاجزين في الماريوت انا والولاد واقرب الناس لينا. الا ومصمم يلبس البدله. قلت له لا مش هتلبسها. قال لي لا انا هلبس البدله بتاعت عيد ميلادي. قلت له لا وانا بقول لك مش هتلبسها. احنا جايبينها عشان عيد ميلادك. عايز تلبسها ليه؟ يا نوسي ما تعنديش فيا يا نوسي. يا نوسي هتاخر على شغلي. المهم من هنا لهنا كان في عنده داده بيحبها قوي. اسمها سحر. قالت طب نقسم البلد نصين، هي البدله بيضه. قالت طب نقسم البلد نصين، وانت يا استاذ زويق يا تاخد البنطلون وتسيب لنا الجاكيته، يا تسيب لنا احنا الجاكيته وتاخد انت البنطلون. تخيلي حل كويس قوي. لا حل يرضي جميع الاطراف. سبت ايه بقى وخدت ايه؟ واما الجرافطه انسى انك تاخدها. لا لا ده الجرافطه هي المهم. كان اللون الزهري طالع موضة. الزهري الزهري. فهو كان جايبها وجايب المنديل بتاعها من محل غالي جدا في باريس. على لبس احمد اسمه بليني. طبعا معروف. برلين. بليني. فالجرافطة اصلا تزغلل العين. والمنديل. لا لا ده انا باخد البدلة النهاردة عشان الجرافطة والمنديل. انت هتخميني يا بنت انتي؟ قالت له الا دي بقى يا استاذ هي تقول لك فيها الامر. فبصيت له كده قلت له نفسك فيها قوي؟
قال لي اه. قلت له خلاص يا حبيبي البسها. يا سلام. تتهنى فيها. بس والنبي يا احمد ما توسخها عشان تبقى نظيفه في عيد ميلادك. قال لي حاضر. وبعدين؟ لبس الجاكيت، ساب لنا احنا البنطلون. وخد الجاكيت. يعني ايه ساب بنطلون؟ ما هو ما احنا قسمنا البدلة. ايوه يعني لبس بنطلون تاني. لبس بنطلون تاني. وتهيأ. ودخل لقى الولاد بيتفرجوا على فيلم شيء من الخوف. بس هم. كنا في اجازة بقى. والفيلم كمان من بدايتها كده مش مبشر. بس هم. وخد بعضه واتكل على الله. كان عندنا بغبغان في البيت كده اول ما تخش تلاقيه. هو اللي جايبه. كان حبيبه. يجيب له الفستق ويديهوله. يقطع له التفاح، يقشر له الموز، والله العظيم وحياة ربنا يا دكتور صدقة عمرو ما بكذب عليك. تقول البغبغان ده من الساعة 5 صباحا لغاية ما لقينا عدوية وهو بيصوت على عدوية، تقول نوسي كدابة. يا لهوي زي صوت الستات، يا لهوي عدوية، يا لهوي عدوية. ماما تقول له ايه؟ صدق المايه بتاعتك محطوطه في القفص واكلك هو حاططه لك قبل ما ينزل بيصوتوا على عمرك. صدق انا هطيرك دلوقتي حالا. يا ابني بتفقر علينا في ايه؟ وهو بقى متاخر. بقت الساعه 8 وما جاش وعمرها ما حصل. قلقتي. قلقنا كلنا قلقنا. سكرتيره جه ومستخبي مني في بيته. واخد بالك؟ قصه كده كانت يعني مش حلوه. المهم في الاخر محمد ابني صمم يروح الماريوت ينزل البسين. كانوا مدينا في الماريوت شاليه. وكانت بنت خالتي في عماره قدام نادي الصيد على طول. كانت واخده فيها شقه جديده وبيحتفلوا معانا وعازميننا على الغدا كلنا. وفي الوقت نفسه هو هيطلع يسافر اسكندريه هو ومدام فيفي عبده عندهم فرح هناك. فقالوا له يبقى تتغدى معانا وتسيب لنا نوسي تقعد براحتها وتتكل انت على الله. قال لهم ماشي. فانا طبعا الايام اتاخر. فين يا استاذ عمرو؟ تليفون الارضي بيتصل الساعه 12 السواق بتاعي انا مش بتاعه هو. ايه يا محمد الحقيني مدام نوسي الاستاذ بيموت مني. بايه؟ بيموت مني. فين يا فين يا محمد؟ قال لي اركبي تاكسي دلوقتي وتعالي لي عند مستشفى مصر الدولي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى ربنا يسهل لهم بقى. اللي عملوه عملوه يا سقوا هيروين وموروفين وكودايين في كاس ويسكي وشربه له. بس هو على فكرة عشان بس برد على الموبايلات اللي اليومين دول مش عارفة مش عايز تسكت ليه، بس انا هسكتهم. على فكرة استاذ الدكتور عمرو اول مرة يسمع مني القصة دي. صحيح. انا هوقف كل اللي كاتب على الموبايلات ان احمد عدوية ازاي اتعمل له عملية خصية وبيوصفه وجايبينه وهو في المستشفى. فمش هسيب حد نازل على الموبايل الا لما هجيبه واحاكمه. ونثبت بالاطباء والاشعاعات ولا يا دكتور عمرو؟ وكل واحد ياخد حقه. انت بتنفي تماما هذا الكلام. عشان انا جوزي طبعا. انا جوزي راجل 100%. وايه رايكم بقى ان انا حملت وانا بنفسي اللي سقطت نفسي؟ بعد الموضوع. وكان بأمر من الدكاترة. يعني إذا أستاذ عدوية اللي حصلت له هي حادثة تعرض فيها بس للشرب. إنهم يدخلوه في كوم عشان يموت. بس كده. لكن والرغاوي. كل الإشاعات. وسرقوا منه الساعة بتاعته الألماز، وسرقوا منه 2000 دولار و5000 فرانك. إذا اللي حصل مع أحمد عدوية وده يعني أول مرة أنا أسمعه. أنا بقول لك بصراحة. وأشكرك إنك أنت قلتي. وأنا عمري بص. وعمرك أنا عارف كويس قوي. كويس قوي انك انت قلتيه. اذا حسم الامر الان لكل واحد وكل يعني حد بيفتعل او بيدعي اكاذيب هو تعرض لمحاوله قتل.
عن طريق وضع المخدر له. بالظبط. مش اكتر من كده. غيرة لكن منه من لأحمد عدويش ان البنت اللي معاه بتحبه. لا ما هو كده. لا انا مش هاممني على فكرة حد يا دكتور عام. انا اتحديت الدنيا كلها. يعني بص انا عايز اقولك انا حاجة. انا كانوا بيرمولي منشورات تحت البيت. هنموتك ونعمل فيكي ونسوي فيكي لو مسكتيش. مش تكتفي ان هو بقى كويس. عايزة ايه؟ كفاياكي شوية. انت النهاردة وحسمت الموضوع. كل ما قيل عن ان هناك تعرض يعني اساء يعني له كرجل. طبعا غير صحيح. جاله حالة نفسية. غير صحيح. صدقني جاله حالة نفسية. كان بيقف في الشارع. طب مين اللي طلع الاشاعة دي؟ سنين فاتوا. مين اللي طلع الاشاعة دي؟ كان بيقف معرفش. هما بيقولوا ان في بنت صحفية جات عشان تشوفه. فانت عارف الرعاية المركزة بالازاز. وعليها الستاير. وطبعا انت عارف ان الانسان لما بيقع. انا كانوا مركبين لي قسطرة. فكانوا مركبين له قسطرة. هي افتكرت يا عيني البنت القسطرة دي حاجة. انه تعرض لاعتداء جنسي. بالظبط كده. وهي غير كده. شكرا يا مدام نوسة انك انت وضحت للرأي العام. لا انا كنت محتاجة. وما كنتش حضرتك عارف. واقسم بالله كمان مرة الدكتور عمرو الليسي ما يعرف انا كنت هتكلم في ايه النهاردة. دي حقيقة. واول مرة يسمع مني اني انا يا جماعة ثلاث محامين من ضمنهم محامي كبير جدا في مصر مش هقول اسمه هيرفع قضية على جميع اللي منزلين الناس اللي منزلة الكلام ده في الموبايلات. لا خلاص الكلام لأن ده حق وحق جوزي وولادي. حق جوزك واشكرك على هذا الكلام اللي قلتيه وان كنت انا لا اجرؤ ان كنت اسأل فيه لكن بما انك اتكلمت فيه في حضور الاستاذ عدوية عشان تبرئي ساحته ويبقى قدام الرأي العام هذا الموضوع اغلق. خلاص انتهى الموضوع ده. ده حاله نفسيه هذا الموضوع لان حجم انت عندك حق لان الحقيقه انا يعني حجم الاشاعات اللي طلعت من ساعه المحرر اكيد هتصدقها بينك وبين نفسك الناس لان اصلا بيشكلوها في ناس بيشكلوها على انه فبقى زي بتوع اغا بتوع زمان تخيل هيبقى قوي عليا انا في برنامج لا 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 عموما هتكلم الكلام ده لا لا عموما الكلام واضح وحسم النهارده كزوجة عظيمة وقضي الأمر الذي فيه استفتيان وكده أتصور أنه لا مجال الإشاعات بعد أن تم إعلان براءة الأستاذ عدوية من كل الإشاعات التي لاحقته لمدة سنوات بعد الحادث الأليم اللي تعرض له واتضح النهاردة دي أوراق رسمية لا أنا متأكد وأنا عارف هذا الكلام أن الموضوع كان محاولة اغتيال وأنه لم يمس كرجل في هذه العملية فأنا بقفل هذا الموضوع بهذا الكلام احنا حلقتنا النهارده خلصت بكره هنكمل حوارنا بس عايزين نختم بقى بغنوه حلوه احنا ضايقناك شويه والكلام انا عارف بس انت ارتحت ارتحت الكلام اللي اتقال ده ارتحت لما دفعت عنك يا حبيبتي رامي مش دافع عني مبسوط كده في حاجه عاوز تزودها على الكلام اللي هي قالته لا 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 ربنا يخليها نختم بيه يا عم احمد نختم بيه صحه دحن بوبا يلا حبيبي عسل حبيبي ايه اللي انت يلا حلقتنا النهارده انتهت الجزء الاول فيها مع الفنان الكبير عم احمد عدويه والاستاذ نوسة حرمه بكره ان شاء الله نستكمل الحوار ان شاء الله انتظرونا غدا مع الجميل العظيم الاستاذ عدويه في احد من الناس لو وصفتها بكلمه تقول عليها ايه هي قتلاني من سبب نفسيتي اللي تعبانه فيفي عبده بيطالب بمنعه من الغناء مظبوط وانه يعلن اعتزاله ردك عليه ليه طب ليه هو ايه اللي خلاه يحكم بده احنا ما حد سأل على احمد عدوية من زمايله ما قالولوش انت فين نسوا ان بيتهم بيت احمد عدوية كان مفتوح اوصفه بايه ايه اللي كان نفسك تعمله وما عملتوش مفيش داعي تحب نختم بحاجه حلقتنا خلصت وقبل ما اسيبكم عاوز اقول لكم ان ما فيش حد بيموت ناقص عمر بس في ناس بتموت ناقصه حنيه ناقصه سند ناقصه جبر خاطر ناقصه تلاقي حد جنبها
ناس بتموت ناقصة سعادة، ناقصة ضحكة من القلب. خليكوا انتوا اللي تعوضوا النقص ده، كونوا لبعض الحضن والحنية والسند وجبر الخواطر. ساعدوا بعض، ارحموا بعض، دفوا بعض بمشاعر الإنسانية الجميلة. خلوا المعاني الحلوة جواكم وبيكم وكمان معاكم. ما تخلوش الدنيا تسرقكم وتنسيكم تفرحوا الناس اللي حواليكم. ربنا يسعد أيامكم وينور بالحب أعماركم.